الصمد، وحيدا رفيق عبد الصمد، صويب المباشر إذن رفيق عبد الصمد، صويب جول أولمبيك أسفي، هدف أول ممتاز، هدف أول ممتاز، هدف أول ممتاز بطريقة ممتازة، وفعل كل شيء، فعل كل شيء رفيق عبد الصمد قبل أن يتم العملية بالشكل المطلوب. بن شعيبة عبد العزيز على الصورة، طريقة ممتازة، طريقة ممتازة، طريقة ممتازة في بناء الكرة الماضية، وأعتقد أنه كان احتجاج. هل يلغى الهدف؟ طريقة التنفيذ، كرة العباد داخل منطقة العمليات العارضة، ثم بعد ذلك إتمام العملية من بن شعيبة. إذن يمكن نقول بأنه محاولة كانت مهمة ومثيرة. فهد الأحمدي اللي مصاب، نتابعوا نتابعوا هنا من جديد. هنا اللقطة، لقطة التصويب كانت مباشرة صوب المرمى، بن شعيبة يتقدم بسنتيمترات قليلة، بعد ذلك كيجي الإتمام ديال العملية. يعني يمكن نقول بأنه محاولة مهمة ومهمة جداً.